انت عارفه الجزء الاول بس اللي انت اتكلمتي فيه عن موضوع ان هو شبه باباها، دي دراسه اتعملت اصلا عن الموضوع ده وقالت انه فعلا هم بيشوفوا ان في جزء من والدها. اي خدمه سقف يقرب ده. برافو عمور، عشان طول الوقت بسقف لك. لا 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 انت لازم تسقف. يا خرابي ده انا من اول حلقه لاخر حلقه سقف. طب عندنا سؤال، هل هنا شرط لو حد شعره ابيض او شعره اللي هو الرمادي الفاتح ده شويه، هل هنا شرط ان هو يكون عقلاني وناضج ولا اي حاجه؟ ممكن تبقى وراثه كمان. ولا اي حاجه خالص، انت مش ضامن العقل ولا النضج. انا صريحه يا جماعه، هما بيتضايقوا من الصراحه. ايوه صح على الشكل. اصل انت فاهمه، انت بتتكلمي صح على فكره والله. يعني ساعات أيوة. بتلاقي حد ممكن ماشي حد يعني جورج كلوني في نفسه بس تلاقيه ما فيش خالص يعني يعني هنا النضج مش مرتبط شويه، مش مرتبط شويه بالشكل الخارجي. لا انا هو عندي 28 سنه. انا سني العقلي والجسدي 60 سنه. عدم اولاد يعني هي التجارب هي اللي بتخلينا يعني يبقى في عندنا نضج ازيد شويه وخبرات اكبر من سننا. صح ده قصدك. وانت عمرو شايف ايه؟ والله انا شايف انه اللي بيهتموا بالمظاهر او اللي بيحكموا على الشخص من خلال مظهره بس بتمشي معاهم القصه دي الى ان يتعاملوا مع الشخص من قريب ويبتدوا يفهموه واحده واحده. في ناس بتتعامل مع الشخص سنه واثنين وثلاثه وبتبقى لسه ما عرفتوش وبتكتشف حاجات بعد سنين. تمام. فالمظهر بيكون جزء من رساله الشخص عن نفسه. هو بيقول يا جماعه مثلا ايه، قد يكون الشعر الابيض يدي جاذبيه، يدي مش عارف ايه، جذاب طبعا. انما ممكن لما يجي يتكلم معاكي تقولي له اتكل على الله انت وشعرك الابيض امشي.